اهلا بكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالتاكيد فقره مهمه جدا في ختام حلقتنا النهارده في برنامجكم الاهلي الليله، ولان الليله ليله استثنائيه، ليله طبعا العيد، والنهارده وقفه عيد الاضحى على المبارك. بالتاكيد حدث مهم جدا، واحنا بنتكلم كمان في هذه المناسبات السعيده بالنسبه لاسره النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي في جميع المجالات، زي ما كان معانا في البدايه الكابتن عبد الحميد حسن مع الكابتن رضا شحاته، وفي الفقره العالميه زميلنا عمر ربيع ياسين. الختام النهارده ايضا كمان في الكره، كره اليد سيدات، والحديث على الالعاب الاخرى داخل النادي الاهلي. لكن بشكل عام عندنا برضو اخبار مهمه جدا، واحنا بنتكلم في هذه المرحله الهامه عندنا استعدادات لكره السله وايضا استعدادات للكره الطائره في الفتره القادمه. يمكن الكابتن طارق خيري المدير الفني لفريق كره السله رجال خلال الايام القادمه بيستعد من خلال عدد من المباريات الوديه لتجهيز الفريق للمراحل القادمه والمباريات الرسميه والمسابقات القادمه سواء على المستوى المحلي او حتى على المستوى الافريقي. وبدايه فتره الاعداد بالطبع هناك عدد من المباريات متصاعده بتبدا بمراحل بدايه يعني فرق في اقل من المستوى في الدرجه الثانيه او الثالثه، ثم تندرج المباريات وتصل الى اعلى المستوى من المباريات وقوه المباريات في ختام مرحله الاعداد والاستعداد لبدايه دوري كره السله، الدوري المميز اللي خلال السنوات الاخيره بنشوف منافسه حتى المراحل الختاميه في ختام الموسم في نهايه شهر ابريل. وبالتالي خلال الفتره القادمه في تجهيز بدني وفي تدريبات بدنيه لتاهيل اللاعبين وخوض مرحله الاعداد البدني قبل بقى مرحله المباريات الرسميه والمباريات الوديه لا تسبق قبل بدايه الموسم. ايضا بالنسبه لفريق الكره الطائره، ويمكن الكابتن محمد عادل مدرب الفريق اتكلم عن طائره الاهلي لن تتنازل عن الثلاثيه. كلنا شفنا الموسم الماضي كانت طائره النادي الاهلي رجال حققت انتصارات عديده جدا، واستطاعوا ان هم يحققوا يعني مكاسب كبيره سواء في البطولات المحليه او حتى البطولات العربيه والافريقيه. الاهلي السنه اللي فاتت في جميع الالعاب لكن تحديدا كره الطائره كمان ما سابش ولا بطوله، لعب على كل المسابقات المحليه والافريقيه، وايضا كمان بالنسبه لكره الطائره سيدات كانت نفس الاداء ونفس النتائج. كابتن محمد عادل المدرب العام لفريق الكره الطائره رجال قال ان المحطه مختلفه، وان الفوز بالمباريات او البطولات القادمه بالنسبه لهم هيكون وضع مختلف، لان خلاص السنه الماضيه والسنه اللي قبلها الاهلي كان فاز بكل البطولات والالقاب، فبالتالي انك تصل للقمه ده صعب، لكن عشان تحافظ عليه ده بالتالي بيكون اصعب. وبالتالي هذه التحديات عشان تحققها وانك توصل لنجاحات محتاج انك تشتغل بشكل جيد وتستعد بشكل جيد للموسم الجديد من خلال مرحله اعداد بدني متميزه، ضم لاعبين متميزين، صفقات متميزه، بالاضافه الى ذلك كمان عدد من المباريات اللي هتكون فيها تدرج في المستوى الى ان تصل الى بدايه الموسم وتكون في التوب فورم او تبقى قادر انك تخوض كل المباريات بشكل جيد جدا. في ملف الكره الطائره واحنا بنتكلم في الفريق الاول ايضا هناك اختبارات للناشئين، يعني عشان توصل للمرحله الاعلى او توصل للدرجه الاولى وتستعد بشكل جيد في مساله ضم صفقات، تجهيز لاعبين، التعاقد مع اجهزه فنيه متميزه، والاجهزه الفنيه في النادي الاهلي على اعلى مستوى من الناحيه الفنيه ومن الناحيه التكتيكيه في جميع الالعاب وجميع المباريات. لكن كمان مرحله الناشئين مهم جدا انك تنتقي العنصر المميز اللي ممكن تستعين به بعد سنوات طويله ويكون هو الركيزه الاساسيه والقوام الاساسي للفريق الاول. عندنا تقرير مهم جدا مع الكابتن محمود فرج رئيس قطاع الناشئين للكره الطائره بالنادي الاهلي، بيتكلم بقى عن اختبارات الناشئين وازاي اختبارات الناشئين في هذه اللعبه الجماعيه، لعبه كره الطائره داخل النادي الاهلي. نخرج الى هذا التقرير، بعد هذا التقرير ان شاء الله يكون معانا ضيفنا الكابتن ياسر صراحة، طبعا المدير الفني ومدرب فريق اليد سيدات بالنادي الاهلي. من 1-6 كل الفرق قطاع الميني فولي، والفرق 15 و17 و19. دلوقتي دخلنا على الاكاديميات، عملنا اختبارات للثلاث اكاديميات اللي عندنا، مدينه نصر والجزيره والشيخ زايد، خلصنا الاختبارات فيهم، واللي يصلح منهم ينضم للفرق ضمناه للفرق. النهارده اول يوم للفرق نعمل اختبارات لفرقه 15 سنه، عندنا 30 لعيب عايزين نسجل 20 بس، فالنهارده اول لجنه نعملها لل 15 وربنا يوفق ان شاء الله. الفولي لعبه اساسا للطوال، هو في مراكز القصيرين زي المعدين او الليبروهات، فطبعا نمره واحد الطول اللي عايز يلعب ضريب، زائد السرعه، زائد الجمب، الحاجات دي كلها بتخليه عنده فرصته كبيره ان هو يتاخد لقطاع الناشئين. اهلا بكم من جديد، وزي ما شفتوا في هذا التقرير تفاصيل مهمه جدا متعلقه باختبارات الناشئين في الكره الطائره للفتره القادمه، لكن هذه الفقره فيها تفاصيل مهمه جدا، معانا ضيف مهم جدا كابتن ياسر صلاح المدير الفني لفريق اليد سيدات بالنادي الاهلي. كابتن ياسر اولا برحب بيك وبقول لك كل سنه طيب ليله العيد، لكن كل سنه طيب وكل الامه الاسلاميه والشعب المصري بخير.
كل سنه طيب كابتن محمد، كل سنه طيب قناه الاهلي، عيد سعيد على الجميع وعلى النادي الاهلي خصوصا. تمام، واقدر اقول اهلي يا اسطوره، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا كابتن ياسر. طيب بنتكلم بشكل عام عن الموسم الجديد ودخلت مناسبات كثيره. الاول ابدا معاك واحنا بنتكلم في العيد وفي هذه المناسبه السعيده، الفريق اجازه ولا عندك استعدادات متواصله وعندك تدريبات خلال الفتره الحاليه؟ انا عندي استعدادات متواصله موجوده الى الان، تمام، وشغالين كمان في العيد تدريبات. قلت ده ازاي بقى للاعبات؟ احنا عندنا اهداف طقوس العيد مختلفه، يعني بيبقوا عايزين يعني اجازه ويستعدوا. عندنا اهداف هم عارفينها كويس، محتاجه مجهود، محتاجه تعب. عندنا طموحات عاليه جدا، فالناس البنات مستوعبه الكلام دوت. هو بس بالظبط احنا هناخد يومين في العيد، تمام، اللي هو اول وثاني، تمام، وبعد كده بنستأنف التدريبات. طيب في مساله بقى الاوزان بعد العيد، انت طبعا بدات فتره اعداد من بدري. احنا بادئين فتره اعداد من بدري، تمام، احنا يمكن مخلصين اخر بطوله في شهر 5، خدنا بالظبط يمكن شهر، تمام، وبدأنا بعد كده نتمرن حفاظا على الأوزان، وبدأنا نخش في الإعداد. في ميزان طبعا، واليومين بتوع العيد دول محاذير ولا مفتوحة؟ لا، مفيش حاجة مفتوحة. في ميزان حصل قبل أجازة العيد، تمام، واللي بيزيد هو عارف، هو اللي هيتعب، هو اللي هيتعب بعد كده، هو اللي هيتعب بعد كده الفتره اللي جايه. طيب قول لي بتستعد بقى ازاي للموسم الجديد وعندك تحديات كبيره جدا، لانك الموسم الماضي فزت بكل البطولات، الدوري والكاس والمنطقه والسوبر، فبالتالي انك توصل للقمه ده بتبقى حاجه صعبه، لكن عشان تحافظ عليها ده اصعب بقى. انت بتستعد وبتشتغل وعايز تحقق نفس التارجت اللي انت حققته الموسم الماضي. احنا الحمد لله يا كابتن محمد، احنا السنه اللي فاتت واخدين دوري، واخدين منطقه، واخدين كاس مصر والعلامه الكامله. بعد كده دخلنا على بطوله افريقيا، عملنا ماتشات كويسه، كان اعداد جيد جدا. احنا كنا بعاد جدا عن افريقيا، رغم كده اللي احنا عملنا ماتشات تقيله جدا مع فرق يمكن بطل بطوله افريقيا، تمام، الى الشوط الاول ونص الشوط الثاني ماشيين معاه جون بجون، وده كان مفاجاه بطوله افريقيا. يمكن من المميزات اللي حصلت ان رئيس الاتحاد الافريقي كان مستغرب ان احنا ما بنشتركش وبعاد، ويمكن نزل يحيي النادي الاهلي، وكان بيقول يا ريت النادي الاهلي يكمل على طول في بطولات افريقيا. وساعتها عمل اهداء للنادي الاهلي على الاداء بتاع النادي والفرقه، والحافز ده خلانا نفكر كويس قوي في البطولات اللي جايه. علينا عندنا صعوبات جامده، ازاي ان احنا نحافظ على البطولات، وده بيبقى شيء اصعب من بيبقى عندك هدف عايز اكسب الكاس، عايز اكسب، لا، حفاظك على الدوري او كاس مصر ومنطقه القاهره، والسنه دي رجعوا السوبر تاني، تمام، ده بيبقى اصعب. بنستعد كويس، وان شاء الله هيبقى في شيء كويس السنه دي، عندنا عدد بطولات كتير. فكره انك عايز تخلق دوافع للاعبات، يعني اللاعبات اللي كانوا معاك الموسم الماضي ومحاضراتك وكلامك معاهم وفازوا بكل البطولات، تخلق دوافع جديده، بتقول لهم ايه عشان تحضر للموسم الجديد يا كابتن ياسر؟ احنا السنه دي عندنا البطولات المحليه طبعا، هدفنا الكبير بطولة افريقيا، بطولة عربية. ازاي هنوصل لبطولة افريقيا وازاي هنوصل للبطولة العربية، هو ده الهدف اللي بيخلينا في الدوري، تمام، ان احنا لازم نحقق اكبر مكسب من الدوري والكاس، تمام. احنا كان السنة اللي فاتت بدون اي هزيمة او تعادل، تمام، فزنا بالثلاث بطولات. السنة دي عندنا هدف اكبر، اللي احنا عايزين نفس الكلام، بس بيبقى ليه مميزات تانية. يمكن كمان السنة دي في ان المستوى ارتفع وعدد الاندية، عشان اللعبة بدأت يبقى فيها قوة وفيها انتشار، زاد. كنا الاول 11 فرقة،
دلوقتي احنا بقينا 15 فرقه، وده اول مره تحصل في مصر من ساعه ما انشات بطوله السيدات في مصر. ده عدد كبير بالنسبه للسيدات، 15 فرقه. اعتقد ان هيبقى في السنه دي مستوى هيبقى عالي ان شاء الله. زادت عدد الفرق كانت بشكل مختلف عن المواسم الماضيه، يعني الاهتمام الانديه زاد وبقت المنافسه اقوى. الشكر طبعا للقناه، لان كانت بتذيع مباريات كتير قوي للسيدات وانتشار اللعبه. يعني النادي الاهلي ساعد في انتشار اللعبه، كانت في ماتشات كتير للسيدات بتتذاع، بطوله افريقيا كمان اما اتذاعت. ده عمل رواج للعبة السيدات، وبدات الانديه تفكر وتبدا تنشر اللعبات دي عندها. اذا فوجئنا ان في اربع انديه دخلوا جديد في الدوري. طيب خطتك بقى للحفاظ على البطولات دي خلال الفتره القادمه، اكيد عندك استراتيجيه وخطه فتره اعداد مباريات وديه، وكمان انك تفصل بين بطوله محليه وبطوله اقليميه او بطوله دوليه او بطوله قاريه. احنا السنه دي احنا لسه مخلصين بطوله افريقيا، بقى لنا بالظبط كده اربع شهور داخلين في الدوري ومنطقه القاهره وكاس مصر والسوبر، ثم البطوله العربيه. البطولات ديت كلها جايه في وقت قليل، كلها ماشيه مع بعضها في تواريخ كلها. يعني النهارده مثلا عندي هلعب النهارده الدوري، تاني يوم بلاقي نفسي بلعب منطقه القاهره، ثالث يوم ممكن العب ماتش في الكاس، ماتش في السوبر، ثم البطوله العربيه. زي ما احنا عارفين احنا بدانا اعداد بدني قوي. وحتى حضرتك كنت بتتكلم معانا على الاعداد البدني، قدامنا لقطات حتى من اللاعبات هم في ملعب التتش بيجروا على التراك، يمكن حتى في ناس كتير ممكن تشوف اللقطات دي ما تبقاش فاهمه التفاصيل بتاعتها. ده انا بسميه دي بدايه الاعداد، تمام. بعد كده بنخش اعداد بدني جنب الملعب، ونطلع الجبل. يعني بنحاول ان احنا نجدد شويه. تمام. الجبل بيبقى طبعا زي ما احنا عارفين انه بيبقى رمله، تمام. الرمله دي بتعمل رجلين كويسه جدا للعيبه، بيبقى في زي حافز. يمكن الفرقه الوحيده السيدات على مستوى النادي وعلى مستوى مصر في اللعبات، تمام، اللي احنا بنطلع جبل وبنعمل الكلام ده. حتى هناك بعمل زي تخطيط ملعب والعب على الرمله. بعد ما بنعمل الاداء بيبقى محطوط برامج معينه بنشتغل عليها. ده بيدي قوه جدا للعيبه عندي، ويمكن ده بان في افريقيا بتاع السنه اللي فاتت، والسنه دي زودنا طبعا الكلام دوت. واحنا ماشيين في خطه الاعداد الى ان شاء الله بدايه الدوري. اعداد في الجبل، انت بتحضر لبطوله افريقيا يا كابتن ياسر والدوري. يعني الدوري لا، يعني انا بتكلم عن بطوله افريقيا اللي احنا بنشوف فيها مستويات بدنيه بالظبط كبيره جدا. يعني انا عايز اقول لك الكره الافريقيه في اليد تحديدا سيدات قوه بدنيه كبيره جدا، اكيد انت بتضاهي ده بقى بتدريب بدني في الجبل عشان تقدر تقوي العضلات عشان اقدر اجاري لاعبات افريقيا زي ما احنا عارفين، تمام، ان هم في البنيان قوي جدا، اطوال. ده حاجه رهيبه. احنا قاعدين اديك حضرتك شفت معانا، كنت معانا طبعا وشفت الاجسام وشفت القوه البدنيه، فعشان اجاري الكلام ده فلازم اعمل الكلام ده. طيب البطولات القادمه، اولا طبعا من خلال مواعيد رسميه بتختار من خلال اتحاد كره اليد، ايه البطولات القادمه اللي هنشارك فيها سواء محليه او عربيه او افريقيه؟ وهل وصلت خطابات خلاص بقى حددت مواعيد رسميه لانطلاق هذه المباريات؟ بالظبط، الاتحاد بعت لنا من فتره قريبه. انا عندي بتاعه الدوري 20/9، بلعب يومين في الاسبوع. منطقه القاهره تبدا في اخر 9، بلعب يبقى كده هلعب 3 ماتشات في الاسبوع. ثم خدنا موافقه الحمد لله، وده الوعد اللي كان قاله كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره جميعا، ان احنا دايما هنشترك في بطولات افريقيا وبطولات عربيه بالنسبه للسيدات، ان هم اتفرجوا وشافوا البطولات اللي فاتت. والوعد انا شايف ان هو اتحقق، يمكن لسه قرار مجلس الاداره طالع بموافقه على البطوله العربيه هتتعمل في اسكندريه.
ان شاء الله هتبقى في 15/10 باذن الله. خلاص فتره قريبه. طب فتره قريبه جدا. ضغط المباريات ده في بدايه موسم شايفه ازاي كابتن ياسر فاضل مع بدايه الدوري والمنطقه في اخر سبتمبر؟ حضرتك ذكرت 3 مباريات في الاسبوع. تمام. مع دخول البطوله العربيه بتاجل لك ماتشات محليه ولا بيبقى الخريطه ماشيه ازاي في المرحله دي؟ هو الاتحاد عامل لغايه بالظبط 2/10 تمام، وثم الدوري هيقف ومنطقه القاهره هتقف لغايه البطوله العربيه ان شاء الله هتتلعب في 15/10. طيب بما انك ذكرت البطوله العربيه، المستويات الفنيه يعني افضل الفرق اللي ممكن تبقى بتنافس الاهلي في هذه البطوله، فرص الفوز باللقب كمان ان شاء الله هنعمل بطوله كويسه هنحقق فيها ميداليه باذن الله. يمكن كنت قاعد مع مدير النشاط الرياضي كابتن رؤوف وكنا بنشوف الخريطه بتاعت الفرق اللي هتشارك، اللي هيشارك في فرقتين من تونس، فرقتين مش وحشين طبعا، فرقتين كويسين، بطل النفط اللي هو الجزائري، فرقه الجزائر، وفي فرقه من الاردن جنب سبورتنج اللي هو مستضيف البطوله. لا بطوله تقيله، واحنا ان شاء الله السنه دي يمكن مركزين ان احنا نعمل ميداليه باذن الله ان شاء الله بالاعداد اللي احنا ماشيين فيه وحطيناه مع مدير كابتن مدير النشاط الرياضي كابتن رؤوف. انا اعتقد ان شاء الله ان كل حاجه متوفره لي وان شاء الله باذن الله نحقق ميداليه باذن الله. طيب الموسم المحلي او الدوري حضرتك بما انك ذكرت ان في انديه يعني خلاص اعتمدت لعبه كره اليد بالنسبه للسيدات، هل تتوقع منافسه قويه في الدوري الفتره الجايه؟ هل في فرق ممكن نشوفها تكون فيها منافسه تتصاعد عدد الفرق اللي بتنافس؟ ممكن يكون الدوري فيه 16 لكن المنافسه بتكون من ناديين او ثلاثه، بتزيد الاعداد او بعد انتشار اللعبه ممكن نلاقي منافسه بعدد اكبر مع الاهلي في البطوله القويه؟ ده بالتاكيد، ان السنه اللي فاتت كان في 4 فرق فوجئنا بيهم والسنه دي هم دعموا كمان زياده، فهيبقى الدوري قوي وده شيء بيساعدني ويساعد البنات عندي، بيخلي عندهم حافز ان احنا عايزين نكسب، لان زي ما احنا عارفين ان اي حد بيجي قصاد النادي الاهلي بيتحول الفرقه بتتحول 360 درجه تمام. فانا شايف هيبقى في منافسه قويه ان شاء الله السنه دي. طيب بما انك ذكرت اللاعبات معايا دلوقتي في هذه اللحظات كابتن مي هشام كابتن فريق كره اليد سيدات، برحب بيك كابتن مي وفي ضيافتك طبعا الكابتن ياسر كابتن صلاح. اهلا بحضرتك كابتن محمد. اهلا بيك. اولا كابتن ياسر كنت بتكلم معاه على مناسبه بقت عيد الاضحى والنهارده ليله العيد واداكوا اجازه اول يوم وثاني يوم، كويس ولا كنتوا عايزين الاربع ايام؟ احنا طبعا كنا بنطمع في اكتر من كده، بس طبعا احنا حاطين برنامج خلاص بولت الماتشات هي نزلت، فاحنا ماتشاتنا قريبه، فكابتن بقى بيراعي ده في الاحمال شويه. طب معاك الكابتن اهو. طيب معاك الكابتن ياسر. ازيك يا مي؟ احنا كابتن يعني لو في اجازه يبقى 100 100. عامله ايه يا مي؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الوقفه مش اجازه يا مي برضه مش اجازه، هو اول وتاني بس. مفيش فصال خالص؟ مفيش فصال. يعني ناخد ثالث بقى، يعني ناخد نزود بقى. هي بتستغل وجودك معاك على الهواء بقى فعايزه توسطوا لنا يا جماعه منا. طيب خير باذن الله ان شاء الله. كابتن مي عندكم موسم طويل وموسم صعب، والكابتن ياسر كان بيتكلم كمان في الاستعداد للمرحله الجايه. عدد الفرق يعني زاد في الدوري الممتاز وداخلين على بطوله عربيه في سبورتنج في الاسكندريه وتحضير في البطوله الافريقيه. بصفه الكابتن الفريق بقى شايف المرحله الجايه ازاي؟ وبالتاكيد المدير الفني لما بيحب يتكلم مع اللاعبات اولا طبعا بيتكلم مع كابتن الفريق عشان بتكون هي حلقه الوصل ما بينه مع اللاعبات. هو طبعا يعني الموسم فيه فرق زادت، ده هيطول بالنسبه لنا الموسم، فهيبقى الدور الاول فيه ازيد شهر مثلا او اكتر من شهر كمان، 5 اسابيع او 6 اسابيع بالظبط، شهر ونص. فطبعا في الذهاب وفي العوده ده معناه ان احنا هنبقى مضغوطين جدا فتره طويله، الراحات هتبقى قليله، لو في بطوله ثانيه يعني لو بطوله المنطقه دخلت مع الدوري احنا بنلعب فتره طويله ماتشين في الاسبوع، فاحنا يعني بس احنا مستعدين الحمد لله، عاملين فتره اعداد قويه جدا جدا، ضمينا ال 2000 والشابات معانا فوق، فعاملين تمرينه يعني كامله ومتكامله، بنحاول ان احنا يعني
نرفع المستوى بدني، والفترة الجاية أعتقد هنعلي المهاري والفني أكتر علشان يعني نكون فعلا مستعدين للماتشات، لأن إحنا أول حاجة هنواجهها هو الدوري، هتبقى ماتشات يعني فيها احتكاك بس بسيط، بعد كده هنخش على طول على البطولة العربية طبعا ما فيهاش هزار، وإحنا يعني حاطين عينينا عليها بصراحة، فربنا يكرم يعني بإذن الله. طيب وانا بتكلم معاك يا كابتن مي والكابتن ياسر بيتفرج معانا، شايفين لقطات وانتم بتتوجوا بعدد من البطولات خلال الموسم الماضي، بصفتك بقى كابتن الفريق ودورك مع اللاعبات زمايلك والكابتن ياسر اكيد حلقه الوصل معاكي، ايه اللي ممكن بيتقال في المرحله الحاليه وانتم بتستعدوا للموسم الجديد؟ وعايز برضو كابتن ياسر يخش معايا في الحوار، يعني برضو مي دورها معاك ايه بصفتها كابتن الفريق؟ اكيد هي القدوه بقى ودورها مع اللاعبات زمايلها. مي طبعا كابتن الفرقه، دورها كبير معايا لان احنا عندنا بالظبط في الفرقه دي اربع اجيال، ازاي نتواصل مع الاربع اجيال وازاي الناس الكبيره طبعا فاهمه التعامل، انا بتعامل معاهم ازاي وهم فاهميني، الناس الصغيره بتطلع بتتفاجئ، فازاي نعرف ندرج الفتره ديت. فمي ليها محور كبير قوي انها بتعرف تهيئ الناس اللي طالعه ديت اللي هي سواء 2000 او 98 ومواليد 96 برضه، ازاي يبقى في تواصل ما بيننا، ازاي بتعلمهم ازاي الانتظام، ازاي الوقفه، ازاي وقفه في الملعب، الكلام دوت ممكن انا اطلبه بشكل فني، هي بتاخد البنات بتقعد تتكلم معاهم وازاي نعرف يبقى في حق للتواصل. طبعا بيبقوا جايين في سعاده، ممكن هم يتمرنوا مثلا 5 ايام، احنا عندنا التمرين كل يوم، هي يوم واحد في الاسبوع كمان، فبتبقى فتره صعبه عليهم، فهي ازاي بتوسيهم بقى ان مفيش ما عادش في اجازات، ممكن نتمرن صبح وبالليل، فبتعرف تلم الكلام ده ورايا. بتواسي يا مي ولا بتلم الموضوع برضه عشان الكابتن ياسر بقى والجهاز الفني؟ لا هو فعلا مشكله موضوع تفاوت الاجيال دي كارثه بالنسبه لنا، بس الحمد لله عشان احنا يعني المنظومه واحده، فحضرتك بتحس ان الروح واحده، فمسافه ما الناس بتطلع معانا بتشوف الكبير ملتزم غصبا عن الصغير بيلتزم وبيخش معانا في اللاين اللي احنا بنبقى راسمينه، فبيبقى في شويه حاجات كده بس الحمد لله بتتلم، والناس كمان يعني الحمد لله يعني ما بتبقى تستجيب بسرعه يعني للامور. هي منظومه فعلا يا مي زي ما قلت، منظومه النادي الاهلي فعلا. التزام ونظام، فبالطبع كل اول ما بدخل بقى خلاص داخل البيت بيبقى عارف الترتيب الدنيا ماشيه ازاي. بالظبط. طيب ايه الرساله اللي تحب تقوليها او الرساله اللي توجهيها لجمهور النادي الاهلي وفي حضور طبعا الكابتن ياسر صلاح المدير الفني بالنسبه للموسم القادم؟ يعني زمايلك اللاعبات بيفكروا ازاي في المرحله القادمه؟ توعدي جمهور النادي الاهلي بايه وتوعدي المدير الفني كمان بايه بالنسبه للمرحله القادمه؟ اوعد زمايلي والكابتن ان احنا ان شاء الله طالما تعبنا باذن الله ربنا هيدينا اللي احنا يعني بنسعى ليه. بالنسبه للجمهور طبعا كان في اجتماعات كتير عشان عوده الجمهور، ان شاء الله يبقى ليهم حضور كبير معانا في البطوله، وخاصه ان هي في اسكندريه، فده هيبقى دعم لينا كبير جدا لان احنا مش على ارضنا، فده هيسندنا جامد جدا. يعني طبعا في الاطار اللي هيتم الاتفاق عليه الجمهور يحضر بشكل معين باذن الله، فدي حاجه هتبقى دعم كبير قوي لينا باذن الله. وان شاء الله زي ما وعدنا بالثلاثيه وحاولنا في البطوله الافريقيه، لا احنا ان شاء الله لا بإذن الله عندنا طموح عالي جدا في البطولة العربية ومستعدين ليها بقوة، يعني ربنا يكرم ان شاء الله. انتوا عداوه ودود. كابتن مي هشام كابتن فريق كره اليد سيدات بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا كابتن ياسر، كلام مهم جدا، وحتى مساله ان هي بتوعي طبعا في الرياضه عامه او في كره اليد تحديدا، الرياضه مكسب وخساره، لكن ان هي تادي هي وزمايلها ويكون في مجهود كبير عشان يحققوا التارجت او النجاحات اللي جمهور الاهلي عايزها والاداره والجهاز الفني، ده شيء طيب ان في مسؤوليه حتى عند اللاعبات بالنسبه للمرحله الجايه. اكيد هم حاسين بالمسؤوليه، ويمكن مسؤوليتنا كبرت بعد ما لعبنا افريقيا المره اللي فاتت، والسنه دي مع كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره وعدونا وكابتن رؤوف مدير النشاط الرياضي اللي احنا يبقى لينا ان شاء الله كل البطولات هنشترك فيها. لما طلع القرار بتاع البطوله العربيه
الشكل اتغير، بقى علينا حمل جامد، وحمل طبعا ان احنا بنفكر ان احنا نجيب البطوله العربيه باذن الله، ناخد كاس البطوله العربيه، وبنبعد برضو ان شاء الله يبقى بطوله كويسه هيبقى فيها ميداليه، وان شاء الله نلاقي الجمهور والناس كلها هتبقى ورانا باذن الله ان شاء الله. طيب بالنسبه بقى للفريق وانت بتحضر للفتره القادمه كابتن ياسر، هل في اعتزالات حصلت بعد الموسم الماضي؟ ولو في اعتزالات اتحضر لعيبه ازاي بديله للمرحله الجايه؟ في فعلا اعتذارات السنه دي، عندي نور ياسين خلاص قررت الاعتزال، هي من السنه اللي فاتت كانت بتقول اعتزل، لا مش هعتزل، فقررت خلاص ان هي الاعتزال بتاعها. وعندي في دنيا شريف برضو اعتذرت تمام، ويعني عندي اتنين من اهم اللاعبات اللي عندنا، بس انت عارف ان النادي الاهلي دايما غني بنشئاته تمام، والحمد لله لقينا البديل ليها من الناشئين. طيب كويس، وان حضرتك لقيت البديل من الناشئين، واحنا حتى بنتكلم عن قاعده الناشئات في النادي الاهلي، وفي وجه تعاون بين حضرتك مع الدكتور هاله زكي مدير قطاع الناشئات. اوجه التعاون بقى لما بتتفاجئ مثلا باعتزال لاعبه، او ممكن لا قدر الله غياب لاعبه لفتره طويله بسبب اصابه، وعايز تستعين بقطاع الناشئات، التعاون بقى والتنسيق ازاي مع دكتوره هاله زكي في هذا المساله؟ يمكن انا والدكتوره هاله مدير قطاع الناشئين احنا في تعاون جامد جدا بيننا ومن بعض بيننا بالنسبه للناشئات، دايما يعني ببقى انا عندها دايما ان هي بتتمرن في مدينه نصر الناشئات كلها، بعد ما اخلص تمريني بروح على هناك وبعد اتفرج، وبنقعد نتكلم كتير قوي على ايه اللي ممكن يفيدني تمام، وبنقعد نبص ونشوف، بنبدا نرشح ويطلع معانا فوق، ما بنقول لا دي هنستنى عليها شويه، بنزل تاني وهي تبص معايا. الحمد لله في تعاون جامد جدا، حتى مش قطاع الناشئات اللي هو تحت مني على طول اللي هي فرقه المرتبط، بالنسبه للقاعده كلها احنا بنقعد نبص كويس قوي. يمكن عندنا السنه دي اول اشتراك لناشئات 2009 تكوين فرقه، وهنشترك بيها في البطوله الصيفيه و 2009، وفي عندنا بنجهز للسنه القادمه ان شاء الله، بنبص للي بعدينا 2010. لا في تعاون بيننا جامد جدا، ودايما في اتصال، والحمد لله يعني هي بتتعب، وعندهم دايما تمرين الصبح وتمرين بالليل، وهي بتبقى موجوده في فتره الصبح وفتره الليل. لا انا شايف ان الحمد لله ربنا كرمني بالدكتوره هاله. طيب في اطار التعاون الجميل والرائع ده، كم لعيبه ممكن تكون اتصعدت بالنسبه للفريق الاول خلال الفتره الاخيره؟ انا عندي السنه دي كانت اخر سنه اللي فاتت مواليد 98 ناشئات، المفروض ان هو يتضم على الدرجه الاولى، هم كانوا حوالي 20 لعيب، 20 لعيبة، خدنا منهم 8 لعيبة، 8 لعيبة دول معايا دلوقتي في الدرجة الأولى، وبنعتمد عليهم اعتماد كلي، موجودين معانا وداخلين معانا الحمد لله كويس. طب في نفس الإطار أكيد بتستعين برضو بصفقة أو اتنين لاعبات من خارج النادي، هل عندك لاعبات من خارج النادي؟ ولو عايز مثلا تستعين بمحترفة من خارج مصر؟ بص هي قصه اللي انا بستعين، انا في كمان عندي مواليد 2000 اللي انا بستعين بيهم برضو دلوقتي وبيتمرنوا معايا دلوقتي، في قاعده كويسه جدا برضو باخد منها. عنصر خبره في ان انا اجيب حد، النادي مش ممانع تمام، المفروض ان انا ليا 2 محترفين من بره. انا شايف ان احنا عندنا بنات النادي بسم الله ما شاء الله طالعين كويسين، ومع التمرين الفتره اللي جايه هيجوا، ولو شفنا ان احنا هنحتاج ان احنا هيبقى حد معانا في البطوله العربيه، يمكن كابتن رؤوف مدير النشاط الرياضي مش متاخر ولا المجلس متاخر علينا في حاجه زي كده. ممكن يتم التدعيم بلاعيبه افريقيه
ولا ممكن يبقى النظرة في ناحية أوروبا لو على الدعم؟ وهل اللائحة تسمح لك بلاعيبة ولا اثنين؟ اللائحة تسمح لي باثنين سواء من أفريقيا أو من أوروبا. احنا بنشوف بس ايه اللي ناقصنا من عندنا ممكن نكمله، مش هيكمل من الناشئات، فهنضطر ان احنا ممكن نجيب حد من اوروبا الفتره اللي جايه في البطوله العربيه. طيب البطوله الافريقيه الاخيره اكيد حتى لو ما كسبتهاش بس اكيد استفدت من المشاركه في هذه البطوله، حتى الاهلي كان بعيد لسنوات طويله من المشاركات في البطوله الافريقيه تحديدا كره اليد السيدات، لكن ايه الاستفاده اللي الكابتن ياسر صلاح والجهاز الفني واللاعبات طلعوا بيها كايجابيات للمراحل القادمه؟ البطولة الأفريقية زي ما احنا عارفين بعيدة شوية عن مصر، لأن احنا عندنا مشكلة في الاتحاد المصري، مفيش منتخب درجة أولى، ويمكن ده من الأسباب إن البنات بتبطل. بس الحمد لله الهدف بتاع النادي الأهلي وبنات النادي الأهلي إن هم عايزين يلعبوا درجة أولى وعايزين يعملوا اسم بالنادي الأهلي بره في أندية أفريقيا. أنا شايف إن لا، احنا استفدنا كتير قوي زي ما قلت لحضرتك يا كابتن محمد، احنا كنا مفاجاه البطوله، لان النهارده لما تحرج بطل بطوله افريقيا ده صعب جدا، وزي ما احنا قلنا في اول الحلقه ان احنا رئيس الاتحاد الافريقي نزل الملعب وحيانا على المستوى اللي احنا كنا فيه، وما كانش مصدق ان احنا نبقى في الحته دي حتى كنا. فأنا شايف إن اللاعبات اللي معايا استفادوا خبرة كبيرة جدا، ويمكن ده اللي خلانا أو خلى النادي وكابتن محمود خطيب إن احنا نشارك في البطولة العربية. والبطولة الأفريقية إذا تحدد ميعادها أو توقيتها أو مكانها هتشاركوا فيها تاني؟ هنشارك فيها تاني، هتستمر خلاص مسألة التواجد في البطولات القارية بالظبط كده. وده الحمد لله ميزة من المجلس الحالي إن هو وعد، وفعلا أنا شايف إن أدي أول حاجة البطولة العربية، واول ما تحدد البطوله الافريقيه باذن الله هنخش فيها. المستوى العربي في كره اليد السيدات اقوى ولا المستوى الافريقي؟ الاثنين نفس الدرجه. لان هنا افريقيا زي ما احنا عارفين انغولا، جابون، الكلام ده كله، كاميرون، الناحيه الثانيه عندي تونس والجزائر واردن، تمام. الفرق دي في السيدات لان هم بيلعبوا بعض كتير، تمام. فلا البطولتين فيهم هاندبول عالي جدا، اقوى من الرجال بكتير. كابتن ياسر انا هتكلم في جزئيه فنيه ممكن تتعلق مثلا بالمنتخب الاول، لو ما عندكش منتخب اول في اللعبه بتواجه ازمه ان ممكن اي لاعبات عندك بيوصلوا لسن معين خلاص هيعزين يعتزلوا، ان ما فيش منتخب، ما فيش تارجت لمستوى اعلى. شايف ان المرحله القادمه بانك انت بتقرر المشاركه في البطولات الافريقيه، سن الاعتزال بالنسبه للبنات او اللاعبات في هذه اللعبه ممكن يتصاعد، يبقى عندك مساحه ان يكون عندك يعني عناصر خبره كتير؟ طبعا النقطه اللي ما فيش منتخب كبير، تمام، دي مسببه لنا مشكله لان احنا ما بنشوفش الفرق ديت. انا عندي ده غير الاحتكاك، فعلا ما فيش ما فيش احتكاك خالص، ما فيش رؤيه سواء حتى للمدربين او للعيبه. انا عندي هنا ممكن بنت تيجي لغايه الدرجه الاولى تلعب موسم، ما فيش هدف بقى قدامها، ما فيش بطولة، ما فيش منتخب، فبتبطل السن بدري جدا، ممكن تبطل عندها 21 سنة، تمام. أفريقيا زي ما احنا شفنا، احنا يمكن شفنا بنات عندهم 29 سنة و 28 سنة، تمام. لا فرق خبرة عالي جدا. أعتقد ان احنا مع المشاركة اللي احنا بنشاركها دلوقتي، احنا دي تاني مشاركة للبطولة الأفريقية اللي فاتت والبطولة العربية اللي جاية، اعتقد ان في بنات بتبدأ تراجع نفسها في عدد البطولات اللي جاية اللي ان شاء الله النادي الأهلي يخشها. احنا كان عندنا السن بيوصل لكام مثلا؟ انا عندي سن وانا بقول لحضرتك ممكن 22 سنة 23 سنة ويبطل. بدري جدا. بدري جدا لانه ما عندوش هدف. فانا النهاردة لما النادي الأهلي ياخد قرار، تمام، وقرار طبعا انا شايفه استراتيجي للعبه، تمام، ان النهارده كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره ان هو يقول لك كل بطوله هتشترك فيها، كل بطوله افريقيه، كل بطوله افريقيه وبطوله عربيه هتشترك فيها سواء ننظمها او هتكون خارج مصر، خلاص سواء ما هي دي احنا مش منظمينها، مش منظمينها الجاي، تمام. فبنخش فيها. لا انا شايف ان هيبقى في محور تاني خالص للعبه، تغيير خريطه اللعبه تماما. تماما الخريطه هتبدا تتغير. ده بالنسبه للنادي الاهلي على مستوى اللاعبات حتى في المستقبل.
كل ما يكون عنصر خبرة عندك بلاعيبة واثنين وثلاثة أفيد لك حتى في البطولات القارية؟ أكيد. النهاردة أنا النهاردة اللعيب النهاردة 21 سنة تمام، برضو ما عندوش عدد الخبرات للماتشات اللي هو يلعبها أفريقيا، ما فيش كتير. فالنهاردة لما يبقى عنده 25 26 27 تمام، لا أعتقد أنها هتبقى تفرق كتير قوي، زي ما احنا شفنا في بطوله افريقيا اللي فاتت 28 و29 و30 تمام، وبتلعب ما فيش اي مشكله، لان عندهم اهداف تانية خالص عكسنا. لكن انا النهارده ابطل، ما انا هبطل، ما عنديش ولا افريقيا ولا عندي منتخب، ف لا اما بتتجوز تمام، لا اما بتشتغل. ظروف الحياه الطبيعيه بقى، ظروف الحياه الطبيعيه. طيب قوام اللاعبات عندك مثلا الفريق بيتكون من كام لاعب؟ انا السنه دي القوام بيبقى القائمه بتبقى 20 لعيبه تمام، والحمد لله عندي ال 20 لعيبه موجودين كلهم ولاد النادي الاهلي، متقسمين على مراحل سنيه. يعني مثلا عنصر الخبره في مجموعه من اللاعبات، في عنصر الوسط، في عنصر الناشئين، اي مساحه من دول مثلا فيها العدد الاكبر من اللاعبات؟ المساحه الاكبر عندي في السن الصغير، لان السن الكبير عندي حوالي 4، بعدين مواليد 96 حوالي تقريبا برضو عندي 5 لعيبة، وعندي الباقي كله من مواليد 98 ومواليد 2000. الاستراتيجية في تكوين العناصر وان بيكون في تدرج في مراحل السنية ده اعتقد بيفيد الفريق حتى على المستوى البعيد. على المستوى البعيد طبعا بيفيدنا كلنا وبيفيد الفرقة. طيب بشكل عام واحنا بنتكلم بقى عن الموسم الجديد وعندك ضغط مباريات، هل الفترة الحالية وانت في الاعداد عندك في اصابات ممكن قد تبعد فترة عن المباريات القادمة، ولا الاصابات اللي عندك اصابات وقتيه؟ يعني ممكن اصابه عضليه خفيفه اسبوع 10 ايام ويبقى الفريق مكتمل الصفوف. انا عندي الحمد لله برضو بطوله افريقيه بتاعت الخمس شهور بالظبط، كان في حظي برضو ما كانش كويس وحظ الفرقه ما كانش كويس، كان عندي اصابتين من اهم العناصر اللي كانت موجوده عندي، كانت عندي امينه عاطف كان عندها رباط صليبي، وكان عندي منه خالد خلع في الكتف تمام، وكان عندي سارة حسام وهي بتلعب في بطولة افريقيا جالها رباط صليبي، الحمد لله رجع اتنين نزلوا الملعب خلاص هيخشوا معانا ان شاء الله في الدوري، وعندي سارة حسام في شهر 10 ان شاء الله تكون جاهزة. طيب المباريات الودية تستعد للموسم، اكيد هيبقى فيه تدرج بقى في المباريات الوديه، اكيد خدت عدد ولسه فيه باقي ولا انا وصلت لاي مرحله؟ عدد فعلا، وان شاء الله الباقي اول ما عندنا يمكن الجمعه اللي هي بعد العيد اللي هي رابع يوم العيد هنحاول نعمل مباراه في العيد. في العيد لانها يعني هنعمل جمعه وسبت، يعني هعمل يومين ماتشين ورا بعض. فلغايه دلوقتي الحمد لله يعني لقيت فرقه جايبه بالعافيه برضو هينزلها تتمرن وهنلعبها، وان شاء الله يوم السبت نلعب على طول الماتش اللي جاي. طيب وفي ختام حواري يا كابتن ياسر برضو عايز اتكلم على الجهاز المعاون اللي معاك، اكيد منظومه بقى متكامله، جهاز فني متعاون، جهاز اداري، جهاز طبي، كلمنا كده في ايجاز الجهاز المعاون معاك بيتكون من مين، بيتشكل ازاي؟ انا عندي دورهم كمان عندي كابتن سمير مدير احمال، عنصر مهم طبعا، الحمد لله ربنا برضو كرمني بيها، بتبذل معايا مجهود عالي، بنقعد نعمل وازاي ندرج الاحمال ديت، وعندي كابتن صلاح مدرب حراس المرمى، زي ما احنا عارفين ان حارس المرمى بيبقى 50% من الفرقه مظبوط، وعندي طبعا المدير الاداري كابتن عاطف ومحمد فهمي اداري، والعلاج الطبيعي طبعا كابتن محمد بعلوشه، بنقعد مع بعض وازاي ندرس الدوري حتى الفرق اللي هي داخله جديده، وبنعرف ان النقط رغم ان احنا كسبانين النقط اللي فاتت احنا كنا واعيين في ايه، وبنبدا نصلح، وبالذات في بطوله افريقيا ايه العناصر اللي كانت نقصانا والعناصر اللي احنا ما عرفناش نجاريها وهنعمل ايه السنه دي عشان نقدر نجاري الكلام دوت. كابتن ياسر صلاح المدير الفني لفريق النادي الاهلي السيدات لكره اليد، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار، انا على المستوى الشخصي بصراحه استمتعت بهذا الحوار، تفاصيل كتيره لفرقه مهمه بتستعد للمرحله القادمه وفي ليله عيد، فبنقول لك كل سنه وحضرتك طيب.
كل سنة وانت طيب كنت محمد، كل سنة وانت طيب النادي الأهلي والقناة. يا أهلي يا أسطورة. يا أهلي يا أسطورة. شكرا جزيلا كابتن ياسر. العفو. كان لقاء مهم جدا مع الكابتن ياسر صلاح المدير الفني لفريق كرة اليد سيدات. بالتأكيد هذه الليلة ليلة استثنائية، ليلة العيد. كل سنة والشعب المصري والأمة الإسلامية وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص طيبين. عادوا يا رب بإذن الله على الأمة الإسلامية كله بالخير واليمن والبركات. عيد أضحى مبارك على الجميع يا رب بإذن الله. حلقت فيها تقارير كثيرة متعلقة بجمهور النادي الأهلي. ضيف حواري كان في بداية الحلقة مع كابتن ميدو وكابتن رضا شحاتة والحديث عن كرة القدم والكرة العالمية مع زميلنا عمر ربيع ياسين. بالتأكيد فقرة مهمة لكل جمهور النادي الأهلي. نصل للختام وكل سنة وانتم طيبين ودايما يا رب في أسعد اللحظات مع النادي الأهلي في كل البطولات.